كيف كيف انقسم؟ شوي شوي. ايه؟ خلص الخميس راح. اجازة الكل؟ اجازة بس حضرت يوم الخميس انتقلت لليوم. كانت لكل الدفعة. انت شعبة كم انتم؟ 101 113 يعني 1013 يعني جروب سي مثلا. ايوه طيب. هي جروب سي يوم الاثنين من 12 لـ2 تمام. هاي محاضرتكم النهارده يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء الجروب الثاني يوم الاثنين من 10 ل 12. A1 وB تمام تمام. هل عندكم مشاكل؟ عندكم مشاكل؟ مش احسن من الخميس؟ مش انتوا بتكوش الخميس؟ ولا بنجح الخميس؟ خلاص تحرين يعني تيجي الخميس تيجي الجمعه. هو الفريق بالمحاضرات المهم يا عادي يعني رجع الخميس مرجع اريح لي انا. لا لا ما احنا الاثنين خدنا عطلة الاثنين. انا بقول كويس راجل حالك ومفيش اسمع صوت. استنى انت قديش ليش خلص 15 17 ولا رمت جدولكم لقيتها لقيتها ايش جدول الكتاب ده؟ الساعه 9 اذا رجع خلاص خش ليش انت
يصير عندي صورة من هالجزء. أنا عشان أحصل على كواليتي ريدجراد على صورة مناسبة إني أقرأها وأعملها انتربريتيشن وأشوف الدياجنوز من خلالها أو مساعدتها مع الكلينيكال إكزامينيشن، بدي صورة كويسة، بدي أيدر ريدجراد، بدي جود ريدجراد هذا ما فيه. عشان أصل للجود ريدجراد أو الكواليتي العالية بتاعت الريدجراد لازم أمشي على المراحل كلها. عشان أمشي على المراحل كلها وأصل لجود ريدجراد وكواليتي ريدجراد لازم ما يكونش عندي أي خطأ موجود فيها في أي مرحلة من المراحل. تمام؟ يعني من عندي المراحل الموجودة عشان أصل للصورة الأخيرة ببتدي من أول شيء من فيلم البيسمنت، ونعرف كيف الفيلم البيسمنت بيكون موجود بتحقق كيف لو مكان مناسب إنه لازم في الأنتيريو بشكل والبوستيريو بشكل تاني والكلام هذا كله. أول شيء البيسمنت، ثاني حاجة مرحلة الإكسبوجر بعد ما أحط الفيلم في البيشن وأعمل ورسمه وأحطه في المكان الفيستيك أريا كويس. في عندي الإكسبوجر اللي هو المشين الموجودة جنبي أنا أحطها كمان بإنجليشن مناسبة بزاوية مناسبة باتجاه مناسب عشان يصل الإكسبوجر لإلها. رقم ثلاثة البروسيسنج، مرحلة البروسيسنج تحميل الصورة بعد ما تاخذ إكسبوجر بتاخذها وتنقلها على مرحلة ثانية دارك روم فيها بصير ديستريبيوشنز وبصير فيها التحميل اللي هو البروسيسنج. بعدين عشان بعد البروسيسنج مشيت على الخطوات هذه كلها تمام، وصل للكواليتي راديوجراف، وصل للراديوجراف الأخيرة الدلتا راديوجراف اللي أنا عملتها عشان أمشي صح ووصل عليها. أي غلط في واحدة من هذولا حصل لصورة ملهاش لازمة أو ملهاش أي فايدة. تمام؟ يعني ليست لو أنا حطيت الفيلم اللي هو الإنترا أو الصغير أنا بدي أدور مثلا فيس مولر رايت، رحت حطيته بدل رايت أخذت بدل رايت حطيته ليفت وأخذت الإكسري ومشيت على الخطوات 100% في البيسمنت اللي هو يعني بقيت الشروط الثانية والإكسبوجر والبصر 100% وبدي وخلي يعني بدي واحد مظبط. في الآخر حصلت على إيش؟ أنا على صورة ثانية من أجل على الصورة اللي أنا بدي أشتغل عليها. فكل الفيلم كله على الفاضي هتعيد من أول جديد وتطلع من أول. لو أنا غلطت في الإكسبوجر حطيت في المكان الصحيح استلم الأيام وعملت تمام جيت عند الإكسبوجر بدل ما أحط الإكسبوجر في ناحية الفيلم حطيته في الناحية الثانية أو بدل ما أحط الإكسبوجر باتجاه صحيح ولا زاوية صحيح على الفيلم والأسنان واللوند أكسس حطيته بزاوية غلط هيصير الريستوريشن عندي عملت بص ممتاز 100% لكن الصورة في الآخر عندي إيش؟ الريستوريشن في موضوع الإكسبوجر يا في الفولتاج خفيف يا عالي يا واطي صار اللون تبع الصورة فاتح وغامق يعني بشكل ما يوضحش الديتيلز تبعت الصورة اللي أنا أخذتها فبصير كل الفيلم تبعي راح على الفاضي. لو انا مشيت الخطوه الاولى بليس حطيته في الاسنان صحيح مكان مناسب وصحيح واللي بدي اياه وعملت الاكسبوجر ممتاز 100% ما فيش اي خطا والديتيلز تبعتي او اللوحه التحكم عملتها ميجرمنت ممتازه 100% لكن عندي البروسيسنج بدل ما احطه في البارت الاول حطيته في اكسر كده الفيلم كله اتحرق. البروسيسنج اللي هي الاحمر التحميض كيميكال سوليوشنز البروسيسنج ده الفيلم عارفين ان احنا الفيلم تبعي عشان يظهر الصوره اللي عليه الليتنت ايمج اللي عليه لازم ينحط سوليوشن خاصة بمراحل خاصة بتركيز ووقت خاص عشان يظهر عندي صورة كويسة. تمام؟ لو غلطت في واحدة منهم هيخرب الفيلم كله، ممكن ينحرق، ممكن يصير فاتح كتير، ممكن غامق كتير، ممكن فيه بابلز موجودة، في ايرور موجودة في الأشكال والأشياء هذه. تمام؟ هناخد كمان كل مرحلة من المراحل، المفروض إن كل مرحلة من المراحل هذه شابتر أساسا. تمام؟ وممكن أكثر من أسبوع أسبوعين ممكن ناخذ عن شابتر واحد فيهم يكون مواضيع فيها كتير. فلو صار كله ماشي صح وعندي البروسيسنج غلطت بدل ما احط ديفيلوبر، ديفيلوبر اللي هو السوليوشن الاول في التحميض الترتيب تبعنا انها تخطوه في العمل، ديفيلوبر في الاول في وعاء في فم موجود ديفيلوبر هذا بعديه في ووتر ووشنج للديفيلوبر بعد هيك في عندنا فيكسر بعد الووتر الثاني بعدين درايز خمس خطوات اساسيه خمس خطوات اساسيه عشان امشي بالصوره من اولها لاخرها وتطلع كويس عندي. الديفلوبر اول واحده من اليمين بتقول يمشي من اليمين لشمال محدش يمشي من شمال لليمين من اليمين للشمال الديفلوبر في الاول بعدين ووتر بعدين فيكسر بعدين ووتر بعدين بطلع برا الصندوق بنشفه بطريقه ثانيه درايمس درايمس تمام. لو انا لخبطت اي واحده فيهم هيروح كل الكيميكالز الموجوده اللي على الفيلم ونخرب. لما نصل لعندها بتفهموا بعدين كيف نمشي لكن هنا مثال على انه كل خطوه في كل مرحله مهمه جدا واي خطا في خطوه حتى لو كانت صغيره حتاثر علي في نتيجه راديوجراف اللي ممكن اعيدها من اول وجديد مره ثانيه. حكينا من المره اللي فاتت انه انا مهم جدا موضوع الراديوجراف لانه هو يساعدني في الدياجنوزز يساعدني مش هو الدياجنوز الاساسي هو يساعدني في الدياجنوزز عشان اعمل فيديو للاعب المناسب للمريض هذا وانشا خطوات صحيحه.
عملها هي التريتمنت تتاكد هي وصل عصب وهي لسه في انفلاميشن مش انفلاميشن في جرانيوما في سيست كذا كذا اللي هو الاي الانكسس الكلينيكال ايريا بقدرش اشوفها عندي ديكتد كلينيكالي من خلال البيشن احتاج اكس راي عشان اشوف الاستراكشرز اللي مش مبينه معايا في داخل العضله تمام لازم يكون تسجل عندي كل الاريا اوف انترست اللي هي المنطقه اللي انا بدي اياها هذا الشرط الاول انه انا فعلا في المنطقه اللي انا بدي اياها عامل اكس راي وتكون كومبليتلي موجوده ما يكونش نص رايه نص عروض مش مبين نص الاكرام او نص الجزء اللي مهم مش باين يعني الصوره اللي انا بدي اعملها بدي اياها بالكامل زي ما حكيت complete area of interesting recorded in the image هذا أول شرط بيكون شرط تشتغل على سنترال وعامل صورة تسريع على الميجرا تمام؟ لا بدي الـ area of interesting بدي تشتغل فيه تضحك يا جورج؟ في ناس بيعملوا هيك في ناس بيعملوا أكثر شيء الغلط اللي بصير فيه إنه بكون حاطط لي إياه على الطرف مثلا يعني مثلا كمان إحنا عارفين كمان أساسا له فيلم لحاله هينحط الطول فيرتيكال عشان الروت تبعه طويل هينحط لحال ممكن تلاقيه جايبه على الطرف فكان اريا اوف ستراكشرز ممكن تروح تمام فهو لا انه لازم ينحط في نص الفيلم يظهر الصوره بتاعته في نص الفيلم طيب الشرط الثاني بعد ما احنا حطينا كمبيت اريا اوف انترستنج على الايمج الشرط الثاني في لي شيء هو شورت هاف ذا ليست بوسيبل اماونت اوف ديستريكشن يعني ايش؟ يعني شفت الصوره اللي قبل شويه السلايد اللي كان انه في عندي مراحل متعدده فمفروض اعمل فيها خطوات متعدده انه كل الخطوات كل المراحل ماشيين فيها صح الشيئين الايرور يعني الفيش في الايمج معناته انا ايش؟ خليت في موضوع الهايدر ريدوجرام كيف؟ من الايرورز اللي تكون موجوده في الريدوجرام انا لو مسكت الفيلم ثانيه كثير حيطلع لي صوره ديستريشن في الريدوجرام كيف؟ السنه نفسها بدل ما تطلع ستريت مثلا حيطلع فيها ديستريشن بسبب بيندنج صار عشان الفيلم مايل محروج حيصير في يعني السنه الصوره اللي تظهر محروجه على الشكل اللي صار فيه تمام؟ هذه من الايرور والديستريشن تصير من الايرور والديستريشن تصير ممكن انا زودت الاكسبوجر تمام على الفيلم صارت صوره كثير ممكن انا في التحميل وصل مرحله البروسيسنج زودت الليفل بارت صار صوره كثير ممكن زودت الفلتر صار ابيض كثير فات كثير كل واحده لها فانكشن لازم تكون ماشيين عليها صح غلط واحد بيعمل ديستريشن في الصوره هذا المقصود رقم اثنين في احيانا ماشي انت ماشي ترتيب صحيح 100% لكن في جروب ما بتكون انت قادر على انك تعمل الكونسكشن زيك ما تقدر تعمل كنترول لانها كويس زي مثلا سوليوشن سوليوشن موجوده مثلا الصبح معموله جديده تمام لكن انت رقم 100 لما تجي تستعملها تمام السوليوشن لها بطن لها فتره استعمال لها خليه شانس الاستعمال يعني مثلا بعد 50 يصير تبدا التركيز تبعها يقل التركيز تبعها يصير في ضايع فيها كويس البرودكت الثانيه اللي عليها زي الميه اللي لازم تغير الغرفه ممكن مثلا نجله more because
بينما يبعدين في نوع مالي انت بتحط هذه موازي لهذه والتيوب الموجود عندي
تحويش على السين. يعني السين أصلاً في عندك الروت، في عندك الجراوند، وراح لها زاوية وراح لها انفجار. أبغى اللونج أكسس. اللونج أكسس بس. تمام؟ هذه رقم واحد الإيم بعدي. لازم يصير حاجة مني تكون عمودية عليه. رقم اثنين هي البايسكتنج يعني. أنا مش قادر أعمل هذه الشروط عشان أعمل بس. لازم هولدر يكون موجود عندي في العيادة عند الإكسري ماشين. هولدر يمسك الفيلم في الفيلم بيشن. يكون لونج أكسس، يكون بلد مع لونج أكسس. مش موجود عند الهولدر. مش هقدر أعمل بايسكتنج ثاني غير الهولدر. بروح بعمل تكنيك ثاني. إحنا هنستعمل كثير في العيادة عشان ممكن نعمل. هل هو بلد مع اللونج اكسس؟ لا. خلصنا من هذيك القاعده واحد. اذا حطينا الدبت على السن المخاطب من فوق على البلد مثلا، تمام؟ وعاملين انت تقولها كيف بس ايش؟ كيف بس كيف بس تحط اصبع ليش انت ثبت العين؟ انت اول شيء بتحط له اياه بتقول له هذا اصبع في السبابه وفي الفم الابهام على حسب مكان الفيلم بدك تحطه في واحده اسهل من الثانيه. يعني لو بدك تحط أبر رايت هتحط أبر رايت بستيريو هتحط الشمال بالشمال في السبابة عشانها بعيدة. لو كانت انتيريور بحط الفم. مش في أشياء مش مشكلة بس انت من ورا هتحط الهيس من ورا أشعة في الناحية التانية يعني ليك فوق يعني مش هتضر وجهك. لا مش هتضر وجهك يجب على راس بعض وراسه كله جاي الزوايا خاصة بالسن اللي انت بدك تعملها خاصة بالمكان الأسنان.
target fin distance long as vertical, object fin distance short as possible. ايش يعني نركز شوي عشان ما نلخبطش. هيك سهله. object fin distance ايش الوجه اللي احنا بدنا نعمله؟ السنتر لونج ديستانس. تمام. يعني ممكن نقول ايش تي فين ديستانس يعني المسافه ما بين الفين وما بين الاسنان او اقصر شيء هو القدر المستطاع قصيره يعني كل ما تقرب السن احسن. تمام. هذه نقطه. النقطه الثانيه target fin distance long as practical. ايش المقصود بالتارجت؟ يعني المسافه ما بين الفين وما ايش؟ طب برضه ما هي السن اقصر شيء عشان هيك اقول لك التارجت هنا مش هو الاوبجيكت. الفين؟ التارجت هو جزء من ذكر في موضوع التيوب هيلث اللي هو الاكس راي ظهرت خبطت فيه بعدها اتجهت لناحيه الاكس. فالتارجت المقصود فيها نفس التيوب المكان الخارج منه الاكس راي من المسافه هذه بينها وبين الفيلم تكون قويه قدر المستطاع او بشكل عام براكتيكال. تمام. ما تجيبليش واحد داخل الغرفه لا تجيبه لا براكتيكال عمليه بتكون هذا الطول اللي هو بصير عندنا لون كون هو المستعمل اكثر في الحاله هذه. لون كون يعني 16 انش المسافه تبعته الطول تبعته الموجود عندنا هنا شورت اللي هو نص تقريبا 8 انش. هو بحكي لنا اللون كون احسن من الشورت باختصار. تمام. المسافه هذه اللي هي اللون كون 16 انش احسن من الشورت وهنفهم كمان شويه ايش اليوتيوب اللي هي التارجت من ديستانس اللي هي بمعنى اخر اللي هي احنا المره اللي فاتت سميناها ايش؟ سميناها شوف هيد. لا هذا الجهاز نفسه الراس احنا عملنا اليوتيوب اللي بعد هيد ايش سميناها؟ اختصارات. ايوه ايش؟ ايوه ايوه انت تعرفها بس بالضبط. ايوه هات الرموز يا سيدي. بي اي دي بي بي تنتين يعني بي وبي في بيم انديكيتور ديفايس وبيم بيم وش كمان؟ وبوزيشن بيم وبوزيشن انديكيتور ديفايس اللي هي تارجت من ديستانس كل ما دول زي بعض. طيب خلصنا الثلاثه اللي فوق نيجي على اللي بعديهم. بقول لك البلد الفيلم ذو لونج اكسس لذيذ. انا عشان زي ما حكيت الظروف المناسبه اني اصبح صوره ممتازه انه اعمل بلد بين الفيلم زي اللونج اكسس يعني التكنيك الاول اعمل بلد بين اللونج اكسس يكون صوره مقياس وحكى لي اياها كمان هنا في جيومتري انه تطلع صوره احسن. ايفن نكلر الاينمنت للبيل تو فيلم اند اوبجكت عموديه الاشعه اللي خارجه على الفيلم او الاوبجكت برضه بتطلع صوره احسن. كل هذه مزايا الثنتين هذول مزايا لمين؟ البلد التكنيك. تمام. نو موفمنت تو ذا تيوب هذه للكل طبعا. نو موفمنت ما يكونش فيها في كل الخطوات اللي انت عملتها وما فيش اي حركه ولا اكسبوجر للفيلم او للفيجن او حتى للتيوب. ضل ثابت. الهزه البسيطه هذه بتاعتها. تمام؟ ما فيش اي حركه للتيوب او الفيلم او الفيجن ديورينج اكسبوجر او اي. اسمعنا كلامنا تمام. يعني في عندنا نقطه هنا تتعارض مع النقطه الاولى اللي هي الاوبجكت فين ديستنس. الاوبجكت فين ديستنس انا مش قادر اقرب كثير على السن. انا في عندي سيف بلد او البون الموجود في البلد عندي في الفلور اوف ذا ماوث عندي التون عندي الستراكشرز الموجوده الانفستنج ستراكشر تمنع انه يخلي الفيلم يقرب كثير من السن. فهذه اللي بتتناقض في الموضوع اللي هي الاوبجكت فين ديستنس. تمام. لكن الاغلبيه موجوده مع البلد التكنيك عشان هيك حكى لنا الاكاديمي تبعت الورقه اللي بنسميها الشرابيولوجي انه مين افضل البلد التكنيك بالنتيجه تبعته اكثر. هي هذه الوحيده اللي بتخرب على موضوع البلد انه الاوبجكت فيلم ديستانس انا مش قادر اقرب كثير بسبب عندي انفستنج ستراكشر لو قربت هينتهي الفيلم عشان اقدر اقرب. تمام. احول بايسكتنج عشان اصل للاخر. طيب بلد التكنيك النوع الاول من انواع التكنيك بلد التكنيك ليش عم تحضر التحصيل له بعد ما قدم في وقتي لكل الانواع او ما قدم انواع كلها ايش معناتها وشكلها بديت نجح بلد التكنيك. اول نقطه بلد التكنيك اللي هو مسافه رئيسيه من الاسماء طبعا هو بلد التكنيك هذا اسم وعرفنا ليش يسمونها بلد التكنيك صح؟ ليش؟ بلد التكنيك هذا رقم واحد. رقم اثنين ممكن اسميه بعد كلمه تكنيك ايش؟ لانه البيم الاكس راي الخارجه من التيوب عموديه على الفيلم. تمام؟ وعلى السجن هذا اسمه على الفيلم التكنيك. ثالث لون فول 16 انش لون فول الفيلم التكنيك هذا اللي هو لون فول اللي هي تحت حق تبقى 16 انش لون فول عشان يكون قديش لون العلم
الجهاز هو نفس التاسك بتاع الناس. طب ليش عندنا الاكس احنا عندنا بيكون قطعه زي اللي بيطلع ممكن يتغير بها جبنه خلي الجرعه تكون تحط جزء اللي فوق يعني. وممكن لو حدا مثلا الكرسي متحرك مش قادر يقف يعني
Yeah.
الصورة اللي انت بتعملها بتكون برا
فيلم جيسي يعني فيلم موزيشن اثنين بيختلفوا عن بعض. اول حاجه فيلم جيسي انه لازم ينحط في الاريا اوف انترست كويس، يعني تعرف في الاريا اوف انترست السنه لما تعمل اكس راي فيلم جيسي معناته انه محطوط مكان مناسب لها الاريا لا تفيها، عشان حاطه الناحيه الثانيه مش حاطه بالانتيريور او بالسيريور، لا بدي المنطقه هذه تكون في منتصف الفيلم تكون دايره كده. هذا اسمه فيلم جيسي. فيلم موزيشن تختلف عن فيلم بليسن. فيلم بوزيشن انه اذا كان انا ماشي البلد تكنيك اخذ استعمل هولدر يكون ماشي صح مع الباراليزم الموجود مع اللونج اسس. اذا كان بايسكتنج انا بفضله بطريقه ثانيه يكون الفيلم بوزيشن تبعها ماشي عليه. تمام؟ الفيلم بوزيشن ممكن عشان بلد تكنيك انا ابعد شوي عن السن عشان يصير الفيلم عدل ما يخبطش في حاجه ثانيه يكون في مسافه اللي هي بتضغط الناس. هذا الفيلم بوزيشن. نيجي على شيء مهم هنا. فيت كالكوليشن، هوريزونتال كالكوليشن، سنترال ريل. السنترال ريل من النقطة الأولى هي فيلم بليسمنت. فيلم بليسمنت لما أنا بدي أحطه هذا الفيلم. فيلم لونه أبيض من ورا. فيلم لونه أبيض من ورا. تمام؟ أنا حكينا قبل هيك أنا ما بعرف كيف أسوي دقيق، أنا شوي هنيجي شوي خلاص. فأنا عندي هذا السن. تمام؟ وهذه الكرام وهذا الروز اللي داخل معه. طيب أنا عندي السن هذا وبدي أعمل السنترال ريل. السنترال ريل تعتبرها فيلم بليسمنت. فيلم بليسمنت تطلع من الميزيا سيرفس لو انا قدامتها.
نفس الضوء والظلمة تبعته هتلاقيه منين جاي، كل واحد راكب على الثاني. لكن هنا لا، هتلاقي السنة نفسها طبعت نفس الصورة، السنة نفسها طبعت نفس الصورة. عشان هيك بحكي لنا إنه الجنرايزنت انجليشن قدر المستطاع في السنة الخارجة عدي ما يكون تحت الأريا كأنه مش حاجة تخط فيها. تمام؟ لكن لو أنا ميت هنا مش هتعدي الكونتاكت أريا، هنا هتخط في السنة هذه، السنة هذه تطلع نفس الشيء في الثنيات. وضحت؟ يكون الأفضل ثلاثة يكون vertical angulation أفضل. vertical عشان يطلع الجزء يصير مظبوط. لذلك هيطلع مش هيكون هيدا. الفكرة أنت عندك الجو نفسه مش مستقيم. أنت عندك فيجر فيرشن. فبدك قدر المستطاع تمشي معاه. يعني حالة طبيعية والهوريزنتال. يعني قصدي ممكن نسوي هوريزنتال يعني. وحيطلع هو لازم غزة ما حكيت انك صور بيني هو بعضه سنة لكن انت صور صح هيك هيك اه صور صح هيك تطلع كويسة تطلع السنة كل واحدة لحد صح لكن لو صورت هيك تطلع السنة واحدة فوق الثانية اوفر لاج هذا ما هي تسمى اللايو انا بدي زي هيك السنة تبعتي اللي بيقولها من اولها لاخرها واحدة لحد تمام من هنا واحدة لحد مع انه هنا شوية صح شايفين انها فوق بعضيها من الثاني هذا Thank you.
هذه بتوضح لي بذلك
نفسي نفسه بيعمل رسول تيام ولا لا؟ بيعمل رسول تيام يعني جلده تعالى كافية أو شرط من قصينا شوية عشان الدعاء أو أعمل صورة إسراورة كبيرة تكفي بس ما نقول آخر واحدة مين فوكات مفيش فوكات ريجن للأريا بنترستنج الأريا زي لما نقول ميديا اللي أنا بديها كلها موجودة مفيش فوكات في أي واحدة منها تمام؟ يعني ممكن نحط الفيلم كويس لكن مش حط اليوتيوب كويس اليوتيوب نفسه يجي على جسور ما جاش على جسور تاني صار عندي كونتراست واضح يا جماعة؟ واضح طيب هذه الصورة بلد التكنيك وهذه قلناها البوزيشن نافيجيشن نيجي على النوع الثاني بس سيتنج احنا اوفر بدكم احمد ابو ظاهر يصير منصب هيني بعطيني اياها الجهه شوف كل
لك شعبيه يا اخي. لو انا منك بحط شروط لقيتها بس. اقعد اقعد. لا ما اذا المنسق ما اعطيتوش. صار هو على طول احمد الظاهر لحتى الان الشعبيه العليا له. الاصوات العاليه لقيتها لحد احمد الظاهر لحتى ايش انتهاء الانتخابات. تنزل تنزل. اوه كبيره كبيره. سقف احمد. سقف سقف احمد. لا داعي لا داعي. جماهيرك بيستنوك يا احمد. طيب عبد الرحمن الحلو. نعم. احمد ابو ظاهر المنسق العام للماده التغذيه يا جماعه لحد ايش؟ وصول كتاب رسمي واجراءات انت عارف يعني انتخابات بدها رايك ايه؟ محمد الباز ايمن عكيله حوت جلاله براء احمد عزام احمد لقطة براء مره ثانيه عشان على اساس انه حضور مرتين انت ها؟ بلال المرة الجاية طبعا انتم عارفين انا قلت لكم قبل هيك اللي بلاقي اسمه مكرر هينحط خصم هينتلغى الاسمين اول حاجة زائد الخصم ماشي عشان ما حدش يكتب لحد اسم ثاني كل واحد يكتب اسمه ما هو انت لما تشوف اسمك مكتوب قول انا ما كتبتش اسمي يا دكتور شوف مين كتبه عشان ينخصم عليه لانه لو ما شفتش وانا شفته اسمك مكرر هينخصم عليك انت تمام الكلام هذا كل مرة انا بقول خلص روح انتم في حالة خلص الرجال بلال الشريف علاء علي ابو زينه يوسف وصفي علاء احمد صافي استنى اشوف زهدي ياسر جبر احمد شاهين ما انتم مترقبين يعني خايفين على حالكم ولا خايفين على الناس ولا ايش؟ طيب رمضان اسماعيل انس سامر خالد السوراني محمد الكحلوت محمد عبدو الاماكن كلها طيب في حد ما سمعش اسمه؟ كلكم سمعت اسمكم؟ كلكم مبسوطين؟ تمام واللي سمع اسمه مرتين مين كان براء؟ مبسوط يعني؟ نخصم لك اليوم ولا من المره الجايه خلاص شو اسمه؟ هو انا قلت لك وضحت الامر انا مش هشوف مين اذا انت شفت اسمك مكتوب ممكن واحد يجي في صح وهنعرف مين ما هو اللي كتب اسمك هينخصم عليه برضه واضح يكون يعني نعم يعني اللي كتب اسمك وانت اللي كتب اسمك كيف اللي كتب اسمه واللي كتب اسمه الكاتب والمكتوب اللي كتب اسمه النار وين يا شباب وين؟ بس صوت طبيعية بس كده مش سامعين انت اذا عندك عذر جيبه انت كان عندك حاجة شغالة بس اليوم حاجة زي هيك جيب لي اياها ذكرني يا بعدين عندنا يظهر موضوع الشعر اطلع يا شباب اطلع اجا بس مرفوع لبنار هذا واحد رقم اثنين تحديد منسق المادة تحديد منسق الدفعة عشان نعطيه